طب خلينا نبدأ بالخبر اللي حصل. وش كده؟ يعني خلاص احنا على انا ومنا ان شاء الله في رجوع يعني. راجعين لبعض خلاص كده؟ خلاص ان شاء الله. يعني انا خلينا بقى صراحة بقى ان انت بدأت بمنا وفي موضوع الرجوع. انت مش ملاحظ ان انتوا مجانين شوية؟ في ايه؟ مجانين في ايه؟ طلاق ورجوع يعني انتوا لسه اصلا ما كملتوش جوازكم كده وطلقتين. انا بص اول طلقة يعني كانت حتى انا في البرامج لما طلعت انا قلت اول طلقة انا غلطان فيها بسبب تسرع كان سوء فهم. الطلقة التانية دي احنا ما اتطلقناش يعني وحتى يعني ما فيش حصل طلاق في الموضوع التاني انفصال بسبب موضوع النقابة وبسبب ان اشرف زكي اتدخل في الموضوع. بمعنى ان هو ساعتها اتصل بمنا بعد حوار موضوع الهام شاهين فكلم منا طبعا وكان زعلان بنبرة وحشة وكده فحصلت مشكلة ساعتها بيني وبين منا بسبب المكالمة دي. فانا قلت لها احنا هنفصل شوية مقابل عشان المواضيع تهدى وان هي عشان ما تتأذيش في النقابة ان هي طبعا شغلها هيقف محدش هيرضى يشغلها فاهم. طيب انت متجوز فنان حلو زعلان ليه من الوسط الفني؟ زعلان ليه؟ عشان انا كراجل شرقي انا ما عنديش مانع ضد الفن وبحب الفن بس انا لما دخلت اتعرفت انا ومنا كانت شروطنا بسيطه ان هو كذا كذا في التمثيل وهي قالت لي ان يعني ما بقاش في لمس ما فيش مشاهد اغراء ما فيش حاجه كل حاجه باحترام وهي في نفس الوقت كانت حاطه الشروط دي فما كانش في اي مشكله بالعكس قلت لها انا هدعمك وهقف معاكي زي ممثلات كتير ما يعني مش لازم كل حاجه تبقى لمس او مشاهد اغراء والحاجات دي. فالمشكله بدات من فين اصلا؟ المشكله بدات ان احنا كنا رافضين موعد يعني ان هي كانت تتشال. المشكله حصلت كل المواضيع دي حصلت بسبب منا رفضها ان هي مشهد تتشال. طب متخيل على مسلسل في مشهد عادي ان انا جاتي بيقيس لها النبض انه هيشيلها انه ينفع ماضي على ده من قبل ما تخش المسلسل. ما هو حلو ماضيه بس احنا المخرج اصلا انا عارفه صح في حاجات مشاهد يعني بتقدر تتعدل مش حوار مش اصل ده مش كتاب دين ولا حاجه لازم تاخده زي ما هو ليها اي حل. فكان المشهد بسيط بدل ما هي تتشال كان هيجيبوها ان هي واقعه وعند على الاقل هيجيبوها على السرير بس هو يقيس لها النبض. تمام. طيب يعني المشهد اللي ما اتشالتش فيه اتحضنت في مشهد تاني بعديه حصل وقالوا لي بس انت هتشوف كان مشهد حتى لما منا عملته الحضن هتلاقيه مش حضن صريح هتلاقيها قعدت راسها على كتفه على كتفه وكده يعني مفيش اللي هو الحضن. تمام فهمت قصدي؟ طيب. انت راجل شرقي حلو ومنا لها صور نقدر نقول بالمايول بكيني لحد النهارده في السوشيال ميديا معاك في كل ده. طب انت كل ده ما يخصنيش انا يخصني من وقت ما عرفت منه انا الحاجات دي قديمة. لا الصور دي اتسربت كانت يعني مش هل يعني مش المعمول بمزاجها. لا لا حلو كان ليها شخصي بس ما كانش هينزل اصلا حتى هتلاقي عندها على الانستجرام او صفحتها الشخصية مش منزلة الصور. الصور دي اتسربت من حد وانا عرفت القصة من منا الموضوع ده حاجة حصلت غصب عنها مش هاجي احاسبها انا حاسبها لما انا عرفت منا من وقته هي معايا. احنا مش ملايكة على فكرة احنا يعني كل واحد فينا بيغلط انا غلطت غلطات كتير وده بس الفكرة ان انا اصلح من نفسي او من منا في اللي جاي ده اللي يهمني ما يهمنيش اي حاجة قديمة. طب ليه ما خليتش منا تتحجب وتبطل؟ والله انا ما عنديش مانع ان هي منا تتحجب او تبطل على فكرة بس الموضوع ده مش هجبرها لا الموضوع ده بالقناعة وواحدة واحدة حتى هتلاحظ ناس كتير ملاحظة ان منا اتغيرت في اللبس اتغيرت في المعاملة اتغيرت في طريقة التفكير في حاجات كتير فواحدة واحدة ومنا ما عندهاش مانع الفترة الجاية ده ناس كتير ما تعرفوش ان هي مش هتبقى اتجاهها التمثيل بالعكس في بيزنس جاي هتعمل بيزنس خاص بالسيدات حاجة قريبة ان شاء الله جدا ازياء مثلا لا حاجة زي بيوتي سنتر والحاجات دي يعني فاهم هيبقى منا هتقوله ان شاء الله يعني هتحكي لكم الموضوع ده هيبقى حاجة يعني فهي هتركز في الموضوع ده مش هنعتمد بقى على موضوع الفن اللي انت شايف الفن حصل فيه الفترة دي. طيب فكرة الرجوع بينكم الاتفاق اللي جاي شكله ايه وشايف برضو ان رجوعك بعد ما عاديت الوسط الفني كله هيأذي منا في شغلها؟ هيأذيها. طيب
عشان كده في مشروع جديد هيتفتح ان شاء الله، مشروع خلاص موضوع الفن ده احنا يعني انا يعني سبتها خلاص، قلت لها ايه لما ربنا يكرم ممكن ان شاء الله النقابة الحالية تتغير، هيجي وقت وهتتغير يعني عمرها ما هتفضل الوقت ده كله، لازم هتتغير، فاكيد انا واثق يعني ان في حاجات هتتغير للاحسن في الفن.